هيدا ورق العنب الأخضر، أنا هلأ جهزته غسلته كتير كويس، بفرده على شرشف كبير بخليه ساعتين ثلاثة بعد ما نقيته من الورقات الخربانة، بخليه ساعتين ثلاثة أربعة لحتالي تنشف المي عنهم، بعدين ببلش جهزهم لحتالي فرزهم. هلأ بلشت أحضر الورق العنب بعد ما نشف عندي كتير كويس لحتالي جهزه للفريزر. شوفوا كيف كان قبل ما ينشف، شوفوا كيف دبل. هلأ بحطهم مجموعات، الكبار لحال والصغار لحال، العرق هيدا ما بيتكب ابدا. هلا بحطهم على ورق الومنيوم وراح لفهم مثل الرول، بلفهم بهيدي الطريقة بعملهم رول وبجهزهم طبخات بهيدي الطريقة وبحطهم بالفريزر. يعني انا بكون عارف الكمية جوا ورق الالمنيوم، مثلا اتنين مثل هيك بيعملوا لي طبخة، فانتو بتعرفوا قديش جمعتوا ورق فيهم قبل ما بدي اطبخهم، بطلعهم قبل ليلة بالتلاجة بدوب عنن التلج بهدوء، وتاني يوم بيطلع عندكم ورق كأنكم سلقتوه، محافظ على كل الحموضة اللي فيه وكل لونه الأخضر. أنا أبدا لا بسلقهم ولا بغسلهم بعد ما فرزهم، بغسلهم وبنشفهم وبجهزهم قبل ما أنا حطهم بالفريزر، وبعد هيك بيكونوا عندي جاهزين لاستخدمهم لأي طبخة للورق العنب الأخضر.